بتصورك على أي أرضية جاءت بهذه الحزمة الجديدة من الإعفاءات والإقالات؟ هو الأكيد أن الساعات القليلة القادمة ستأتي بأكثر من ذلك، خاصة بعد قرار حل المجالس البلدية المنتخبة وأيضا تعويض الولايات والنظر الجدي في عدد من الأسماء، مثلا الجنرال فرجاني على رأس وزارة الصحة، وهذا تكملة لإشراف الجيش الوطني على هذه الوزارة في الأزمة الوبائية والصحية التي تعيشها البلاد كسائر دول العالم. أيضا عدد من الأسماء الأخرى التي ستشرف على بقية الوزارات مثل الجنرال الغول الذي سيكون على رأس وزارة الدفاع. اليوم كل الساعات القادمة ستأتي بها بأحداث جديدة في هذا المشهد المتسارع. اليوم الرهان الحقيقي هو أن تكون يعني كل التطورات لا تشوه الديمقراطية. نحن لا نتبجح بديمقراطية تونسية كما يقول البعض، وإنما نحن نؤسس فعلا ونريد أن تكون تونس دولة ديمقراطية مدنية تتأكد أن صوت شبابها موجود. صحيح ما ذكره ضيفك الكريم من اختراق للوظيفة العمومية، من أيضا استغلال نفوذ لعدد من حركات من قيادات حركة النهضة، أيضا الذنب لهؤلاء الذين لم يمرروا المحكمة الدستورية، وها نحن اليوم في قسم لصفوف المختصين في القانون الدستوري في قراءة للفصل 80. كلها أحداث تراكمت لنأتي إلى هذه الصور التي تشاهدونها مباشرة من تونس. والأكيد أن لا صوت اليوم يعلو فوق صوت الشعب. من كواليس قصر قرطاج هو قيس سعيد تحدث مرارا وتكرارا على استفتاء شعبي سيحدد ما هو مفهوم الحكم، هل سيكون رئاسي بحت وصرف أم سيكون برلماني صرف. وأكيد الساعات القليلة القادمة ستذكر لقيس السعيد كل هذا، خاصة إن ساند كل الحريات وخاصة منها حقوق الإنسان. لكن سيدة جيهان، في هذه المرحلة وبانتظار الوصول للمراحل التالية واللاحقة، هل بعد كل هذه الورشة الكبيرة بتفعيل المادة 80، تجميد عمل البرلمان، حل الحكومة وحل المجالس البلدية كما أشرت، وإعفاء عدد من المحافظين، هل مهمة إعادة لملمة كل هذه الأمور خلال الفترة المعطاة، هل هي أساسا بالمهمة الممكنة؟ هو في الواقع أنه يعني اسم رئيس الوزراء القادم أو رئيس الحكومة القادم سيتم الإعلان عنه يعني في أقل من 24 ساعة القادمة، وأكيد سيذهب بالحديث مع بقية الأحزاب والمنظمات خاصة منهم الاتحاد العام التونسي للشغل لتكوين حكومة ممكن أن تقود البلاد إلى مرحلة جديدة. لكن هذا كله مع الصورة الثانية بإشراف رئيس الجمهورية على النيابة العمومية اليوم وبعزله لوزيرة العدل، يمكن لهنا الحديث على فعلا فتح ملفات جدية. حسين ذكر الاغتيالات للشهيدين البراهمي وشكري بالعيد، الأنباء من قصر قرطاج تؤكد أنه سيتم فتح مثل هذه الملفات الحارقة والتي لا زالت مطلبا جديا في الشارع التونسي.